وننادي طبعا في إطار كلمات ننادي الآن على السيدة مديرة دار الشباب كلمة ترحيبية للسيدة رئيسة جمعية ملك للمرأة والتنمية البيئية الأستاذة إلهام زعيري، فلتتفضل مشكورة. لتكريم أخوات نضرب بهن المثل في كل مكان، وكذلك لنحتفل جميعا إلى جانب أخينا الرجل الذي شاركنا عرسنا وصهر هو الآخر على إنجاحه. فأنت أيتها المرأة لم تكوني يوما شخصا عاديا، أنت المؤثر الأول والأخير في هذا العالم، فأنت من يضمن للبشرية تطورها وتحضرها. فالمرأة هي الخطوة الأولى التي نبدأ بها مشوار التطور، فهي من يدفعنا إلى الأمام، وهي سيدة هذا المشوار ورفيقة الدرب الطويل. لقد رفع الإسلام مكانة المرأة وأكرمها، فهي شقيقة الرجل، فمنزلتها عفة، صيانة، مودة، ورحمة ورعاية. فأنت الأم، الأخت، البنت، الحبيبة، أنت نصف المجتمع، بل المجتمع كله. أنت مربية الأجيال، فاليوم نحتفل بك ونعاهد أنفسنا على دعمك في كل مكان وزمان. فتحية إجلال وتقدير وألف شكر لكل سيدات العالم وكل عام ونساء العالم بألف خير. وفي الأخير متمنيات لكل نساء بالصحة والسلامة وطول عمر وتحقيق الأمنيات. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للسيدة رئيسة جمعية ملاك للمرأة والتنمية في إلقاء النشيد الرسمي جميعا المشاركة. تحية للجمهور الكريم، بغينا نمشيو فنجة ويجيو فنجة، الله يبعد لنا مولاد الحرام ويجا فيه مع ولاد الحلال. بغينا اليوم التيسير والتنوير، الله يعطينا ويجاهم شي عام يكون زين، الله يعطينا شي صابة ويدخل لنا صحابة، الله يجعلنا نكونوا عليهم مباركين. وكنشكروا الأستاذة ديالنا.
غادي نحي. يا جني وهجني هدا والرحمة والعلي ويا المنزل بصفة خاصة والمرأة ديال الجهة بصفة عامة. حنا مرحبا بالجميع اللي حضر معنا والموظفات ديال جماعة المنزل بصفة خاصة. إذا هادشي هذا شيء كتعرفوا في المجتمع، المرأة ولات في الوقت الراهي المرأة ولات 75% ديال المجتمع، وحنا كنتمناو المرأة كنتمناو المرأة حتى في الميدان السياسي. أنا كنقولها من قلبي الخالص بأن المرأة تعدى النص ديال الواقع، بأن المرأة ملي كتكون في العمل ديالها في أي دومين المرأة كتخاف والرجالة ما كيخافوش، كيتواضعوا كيتجاوبوا. المرأة كتخدم مهما دير من أخطاء، ولكن كتخدم الصالح العام أكثر ما تخدم الصالح الخاص. وفين ما تكون تيقول لك وراء كل رجل عظيم امرأة، دابا راه ولا وراء كل امرأة عظيم رجل. للأسف الشديد هذا كنقول الواقع اللي كنعيشوه دابا، واللي بهاد التجربة السياسية اللي خدينا منها، وكنشوفوا المرأة شنو كتخدم، وكنشوفوا المرأة بأنها وزيرة، المرأة فادي، المرأة كتمثل هادي. عندنا مرأة مغربية هي أخت فاطمة اللي 30 سنة من الدار ديالها، 30 سنة في جامعة المنزاب بدون أخطاء، بدون هذه قائمة بالواجب ديالها على أحسن ما يرام. الحمد لله هذا مثال معنا بنات شابين الحمد لله اللي كيخدموا وكتعطيهم القائمة العمل ديالهم كيف. والرجال للأسف أنا المبادرة اللي كنتمنى كنقول في الميدان السياسي لو كانت تمثيلية ديال المرأة أكثر كل ما تقدمت البلاد أكثر، وهذا هو اللي كنتمناه إن شاء الله. كنتمنى المرأة المغربية بصفة عامة كنتمنى لها التوفيق في حياتها، لأن فيها أمنا وفيها خطنا وفيها كل شيء، وهي الحمد لله المرأة هي اللي كبرتنا وحطتنا في هذا المناصب. والمرأة واللي عندها شي وليدات الله يصلحهم ليها، ونتمنى تكون تربية حسنة، ونتمنى تكون هذه المبادرة حسنة وتكرر إن شاء الله، وتكون واحد أخوة عندنا في جامعة المنزل، وتكون هذه التمثيلية لنا كرئيس في جامعة المنزل. نتمنى ونخلي واحد البصمة ديال التآخي بين المرأة المغربيات وبين المرأة ديال الجماعة بصفة خاصة.
عيت ملك استاذ الهام الا كلمه طيبه. كنشكر جميع المستشارات ماشي غير المستشارات حتى الموظفات في المجلس ككل. حنا كنعملوا كاسره حنا الدور حنا كرئيس ولهذا حنا اسره مجاملين كلشي واحد كيكون واحد واحد كيكمل واحد. المستشارات الحمد لله كنحيطوا لنا الاحترام والتقدير كيقوموا بالواجب ديالهم على احسن وجه. عمر كتكون خلافات بسيطه الحمد لله بحال الاخوان خلافات اللي كتكون خلافات عائليه الشيء الوحيد اللي كنتمنى به هو هاد المستشارات ولا الموظفات اللي معنا في الجامعه كلهم كيهدفوا خدمه الصالح العام وهذا الشيء اللي بغينا الله يوفقكم جميعا. هو كيبقى واحد الصفات اللي كتكون زوينه بزاف سي فري كل مره كتكون بحال هكا طول العام ولكن زوين انك تشوف واحد الصفات طيبه. كنشكر الشكر ديالي لجمعيه ملك شخصيها الشخص الرئيسه ديالها السيده ايهاب كما وجد الشكر كذلك لكل نساء العالم والنساء الامه الاسلاميه والموظفات والمستشارات ديال جمعيه المنزل وشديد شكري الكبير السيد رئيس الجماعه مشعيب الفكات شكرا لكم بزاف. يعني كيف ما تيقولوا فهو اليوم كنا كنشوفوا المراه يعني قدرات باش توصل للبصه ديال البلاصه كيف ما قالوا وفي السياسه كيكون صعيب بزاف في السياسه ديما السياسه كيقول لك لا الرجل اولى حبك لا انت امراه وهذه عندي تجربه خاصه فاش بغيت ندخل للسياسه قال لك لا وانت امراه ما يمكنش لا حبك لا هذه لا هذه فنبغي نقول لكم اي امراه او لا اي بنت يعني حاطه في دماغها شي حاجه ولا باغا توصل لواحد الهدف اكيد غتوصل. يعني عن تجربتي الاب كان هو الامان يعني كيمهد لك الطريق والام كانت سند والام راه انا ديالي في جميع المشوار ديالي السياسه لانها في واحد المكان حساس واحد المكان كيجي عليه الصغير والكبير كلشي كيمشي لهذاك المكان. الاستاذه اللي كتجلس معنا اليوم كتشرفنا بالحضور ديالها اليوم سناء جبور هذه كنرموها الاستاذه الصيدلانيه هاد السيده كلشي كيمشي كيشوفها في لافارماسي غادي اليوم كنرموها بهذه المناسبه وغتقدم ليها الهدية ديالها أستاذة نجات. شكرا أستاذة نجات. أجي أستاذة سهلة عندك واحد الصورة تتكلم مع أستاذة observed annually on March 8th, International Women's Day, IWD.
Sir Zaz, a pivotal moment to recognize and celebrate the social, economic, cultural, and political achievements of women across the globe. It is not only a day of commemoration, but also a powerful call to action for accelerating gender equality. IWD's origin traced back to the early 1900s, gaining official recognition by the United Nations in 1975. The theme for 2024, Invest in Women, Accelerate Progress, underscores the critical importance of investing in women to foster a more future for all. This day provides a valuable opportunity to engage contribution of women and various fields in diversity. Ongoing challenges women face in achieving the full equality, advocate for policies and initiatives that empower women and promote gender equality. By actively engaging in IWD activities, actively contribute to a world where women thrive and share. إلى الشباب زائلة جمعوية منادلة أيضا بإعطاء كان لي الشرف طبعا أن أساهم بدوري في تأطيرها ولو بجزء قليل. مديحة التاقي ابنة المنزل دورة غادي يعيش معها واحد بورتري اللي غتقدمها أخت بوشة. Thank you.